بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف خلق أجمعين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ على يوم الدين. أعزائي طلبة الصف الثالث ثانوي، إن شاء الله نحل مع بعض النهاردة بوكلة 47 وبوكلة 48 اللي هو امتحانات السودان ثانوي عام. نبدأ على طول عشان ما نضيعش وقت، نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. القطعة بتقول لي في بوكلة 47 امتحان السودان دول أول 2017 كده معانا الامتحان، تعال نحل مع بعض. منى انفيتي، منى تدعو سي زامي أصدقائها علي وجولييت وريتشارد آدي جنيل للغداء عندها. الفا فير ستعمل انرومي سلطة، سلطة كبيرة، تشكيلة سلطة. منى ايسون فرير وأخوها هاني دوافي يجب الذهاب فير لعمل مشتريات. دلارو في الشارع هاني ام بتيت فيم كان عنده جوع جعان شوية. البربوزيه هو اقترح ايس كريم الى منى. الامتري هم دخلوا دان ان باتسري محل حلوى. منى اختارت ايس كريم بالفانيليا وهاني اخذ ايس كريم بالفراولة. هاني طلب لبريس السعر بتاع الايس كريم من البائع، هو اعطى اليه 5 يورو. منى دعت تروا امي 3 اصدقاء علي وجوليان وريتشارد. تروا امي طبعا امتحان السودان يا جماعه بيبقى درجه تانية مش درجه اولى، مش امتحان مميز. منى تدعو سيزامي اصدقائها دان لارو في الشارع ولا الى منزلها. في منزلها والمحل حلو ولا مطعم عندها يبقى في منزلها. منى سوف تعمل مشتريات مع سون فرير اخوها الاولاني. دان أمبت سري في محل الحلوى، هاني اختار، تعال نشوف هاني اختار ايه، اختار ايس كريم بالفريز بالفراولة، اهو ايس كريم بالفراولة. هاني طلب نقط من البوندير لكورس المشتريات، سعر الايس كريم سعر الايس كريم. لزميل الأصدقاء بتوع منى، فون مونجير سيأكلون فريت بطاطس ايس كريم سلطة، بس نري اسماك هتعمل لهم سلطة كبيرة يبقى خدنا رقم 3. القطعة الثانية بيقول لي سيسا مدي متان انه السبت صباحا كاسي ايسارة بصي لير ويك اند يقضون العطلة شي لير جراند بيرانس عند قديم في الريف. كاسي سي بانيو استحمت ضل ريفير في النهر. الي في دي في تي تي وعملت ركوب دراجات في الحقل في الحقول وتنزهت اشا فيلا الحصان في الغابة. اما سارة ساعدت سا جراند مير جدتها في المزرعة، هي أعطت أكل للأرانب وجمعت الفراولة وجمعت البيض. لفرير أخوهم برونو، يبقى برونو ده أخو كاسي وأخو سارة. رستي بقي في المنزل. إلدي تستي هو يكره الريف بارسكي لأنه لا يوجد سينمات. بادي كوبين ما في زملاء. بادي وجو فيديو ما فيش ألعاب فيديو. أفيكسون فازين مع جارو بقوا الاثنين في المنزل. كاسي تقضي العطلة في النادي ولا في قرية؟ في قريتها. لجرام ميرانتس ولدي جدي كاسي يسكنون في المدينة ولا في الريف؟ طبعا في الريف، ده في جديد الجبل يبقى في الريف. أركز بقى شوية. كاسي سيب رومانية تنزلت في الحقل، هو قالت في الحقل، تعال شوفوا كاسي عملت ايه في الحقل كده، وعملت ركوب دراجات ضلوا شام في الحقل، يبقى في تي تي فيلو عجل. كاسي ركبت الحصان ضلوا جردان وشام الافوريت اوكلوب. طب هي ركبت عملت ايه تاني؟ وترزعت الحصان في الفوريت في الغابة، يبقى اخد الافوريت في الغابة. سارة ايم تحب فير ديفيلو تمارس عجل، سارة اختها فير لاكتاسيون تعمل فروسية. ايدي سارة جرام مير تساعد جدتها، يبقى تساعد جدتها. برونو يلعب العاب فيديو افيك كاسي ولا سون وفازين دو كارتير جارو في الحي ولا فيك ساسير مع اخته ساره ولا اصدقائه هو قال مع فازين جارو بيير يبقى مع جارو في الحي. نرى المواقف. فون فيتي انت تدعو فوترامي زميلك الى حفله، انت تقول اسف انا لا استطيع. افيك بليزير بكل سرور، ايناسبك ان تاتي الى حفلتي، انت كده بتدعي، يبقى خدنا التالت.
فوكس بليكي، أنت تشرح لماذا فوتري كيف فريقك قابل دول ماتش خسر المباراة؟ أنت تقول اللاعبين أو بيان جويي لعبوا جيدا، اللاعبين نيسون بابيان انتروني لم يكونوا يتدربوا جيدا، المدرب وضع خطة جيدة، الفريق لعب بروح الفريق، يبقى احنا خدنا التاني عشان خسر المباراة. فوفون فورمي، أنت تسأل على الأدرس عنوان فوترامي زميلك، أنت تقول لما تيجي تسأل عن عنوان زميلك هتقول أنت تكون في أي من أي أصل، أين أنت تسكن، كيف تجد هذه المدينة، أين تحب أن تعيش، يبقى عنوان زميلك هتقول له أين أنت تسكن. فوفون فورمي، أنت تسأل على البري سعر البنان سعر الموز، أنت تقول إنه بكم كيلو الفراولة، فو أفيد وبنان عندك موز، صافيكم بيان بيعمل كام على طول وانا مغمض اخد بيعمل كام. فوتراميزا ميلك فو دماند يطلب منك كل ماين ترانسبورت، اي وسيلة نقل يجب ان يأخذ، انت تقول انفا الريفيرس نصر متأخرين، خذ القطار، زميلك بيطلب منك اي وسيلة نقل يجب ان يأخذ، انت هتقول له خذ القطار او خذ المترو. فوفون فورمي، أنت تسأل على أوبنيون رأي زميلك على فوتر تنوزيك، أنت تقول كيسك أون بونسي ما رأيك فيه؟ آه طبعا. كورانجيتي، ماذا ترتب؟ أنت تعمل لابوتيك مشتريات، سيكل كولير، إنه من أي لون؟ إحنا خدنا الاختيار الصح. فودمان، أن تطلب من فوتر مين من زميلك سيكو إلفي، ماذا يفعل على فيرم في المزرعة؟ هو هيقول ألعب ألعاب فيديو، أذهب إلى المكتبة، ومارس رياضة عنيفة، أعطي أكل الحيوانات، يبقى في المزرعة بيعطي أكل الحيوانات. لاباتسير، محل الحلواني فودموند يطلب منك سيكو ماذا تريد؟ أنت تقول 2 كيلو برتقال، ده الحلواني، زجاجة ماء معدني، آيس كريم أو جاتو بالشوكولاتة، طبعا هتقول له أيه جاتو بالشوكولاتة. فوادرين، أنت تعشق الموسيقى، أنت تقول أنا لا أحب الموسيقى، الموسيقى إنها هوايتي، دايما تكرر السؤال ده في الامتحان. فودمان، تطلب من فوتر فازين جارك أين هو يحب قضاء سي فاكونس أجازاته؟ أنت تقول، أنت بتسأل جارك أين يحب قضاء أجازاته، أنت هتقول له مع من تقضي الأجازة، متى ترحل في أجازة، أين تقضي أو السهرة، كلي فوتر ليوي بريفري، ما مكانك المفضل، هو عايز الأجازة، أقول له ما مكانك المفضل الأخراني. فو كومونسي، أنت كوموندي طلبت حلوى في المطعم، أنت تقول زجاجة ماء من فضلك، احضر لي دجاج وشوربة، أنا أريد آيس كريم بالليمون من فضلك. فوبارل، أنت تتكلم عن فوفوتير بروجي مشروعاتك المستقبلية، أنت تقول جيسويزا اللي ده ماضي مركب ما تنفعش، أنا ذهبت، هو يحب ما تنفعش، هي تريد ما تنفعش، أنا سوف أذهب إلى الريف. نيكو شي، فعل زود أمرين في الأمر المنفي مصرف مع التي، باخد التو، التي ده هي تتحط فين؟ قبل الفعل زود أمرين في الأمر المنفي. طب لو ما كانش في نفي كنا خدنا طوا، كوش طوا، كوش الأول وبعد كده طوا، شوفوا اللي جاي. نو أفو بصي أم فياج، نحن قضينا أم فياج رحلة، جينيال رحلة دي مذكر، أدي مفرد مؤنث، أدي جامع مؤنث، ادي جامع مذكر ومؤنث، ادي اجريابل تمشي مفرد مذكر ومفرد مؤنث، معناها مقبول او ممتع، يبقى خدنا كلمه اجريابل. ممبير، ابويا بيمارس فعل فير مع الالعاب الرياضيه، بياخد دوب مشتقات، والملاكمه مؤنث، يبقى خد دولار اخرني. امي، صديقتي اسمها ماريا، صديقه مؤنث بس مبدوبه حرف متحرك، تعامل معامله المفرد المذكر في صفات الملكيه، اخد من. فاطية، لافيت تذهب إلى الحفلة، قال له صور في المساء. يبقى السؤال كان بكلمة متى ولا أين ولا من ولا كيف، يبقى خدنا متى الأولاني. تي أشتيكم بياندي كيلو دوبوم، أنت اشتريت كم كيلو من التفاح؟ قال له أنا اشتريت منه 3 كيلو، الكمية من سابة في الآخر، يبقى خد أون. وأنا مغمض. الكميات تبع أون. أي حاجة مسبوقة بدو تبع أون. نو جويه، نحن نلعب كرة قدم، لعبة مذكر مع فعل جويه، أخد أول أولاني. فو بروموني، أنت تتنزه دالله بارك في الحديقة. فو بروموني، أنت تتنزه مع الفو فعل زود أمرين. فو بروموني، أنت تتنزه فعل زود أمرين. أسئلة مباشرة جدا وسهلة. اللي بتاعت الجمع تاخد نهاية أو النتيجة الأخرانية زي الفل. امتحانات من دي يا بلاش.
هي تشرب قهوة أو تشرب شاي بخدمة بواه عشان هي بتاخد نهاية اي تي اللي بتاعت الجامع، وقال واخدة تبعية. قال ليه أصلا من أفعال الـ14 يعني تاخد فعل أتر. أتر مع اللي بتاعت الجامع، قال لك صون أخرانية. فو نقط، الفو بتاخد نهاية وزد، قال لك التالت. احنا مغمضين يا جماعة، الامتحان ما ياخدش أزيد من 10 دقايق، 15 دقيقة بالكتير. فوزلي أنت تذهب على فرماسي للصيدلية؟ قال له نعم نحن نذهب إليها. الصيدلية مكان أخذ جريك. تيفا لير أنت سوف تذهب عند الطبيب. الطبيب عاقل، ومع العاقل دير مع الأماكن، بار مع الأماكن، وشي مع العاقل، يبقى خدنا شيء. سولكم سي النصائح جمع مذكر، أصعب سؤال في الامتحان كله، أخذ كل، لو أنت مش عارفها خلاص طارت الدرجة. جسوي فتجي كو دي مقارنة، وفتجي مرهق دي صفة، كم ما تنفعش في المقارنة، وطون دو بيجي وراها اسم، والسي بيجي وراها صفة، وطون كو إذا لم نجد كو في الجملة. نحل مع بعض البوكلت اللي ورا. بوكلة اللي جاي بيقول لك سيسا مدير نهار السبت صباحا لامير ام بيير ولوكاس اطري مال عندها الم في الراس. الني اي بالا فورس ليس عندها قوة ان تخرج. الدوماند هي طلبت من بيير ان يذهب لعمل مشتريات في المدينة. الدواء اليرس هي اللي يجب ان يذهب لوحده الى المكتبة والى الصيدلية والى محل الحلوى. بارسكيل ان اخوه لوكاس فيان دو بارتير تو رحل مع أبوه عند الجدين. في نلمو في النهاية بيير بريند أخذ لوبوس لتوبيس إيفوا وذهب أونفيل إلى المدينة سيال بمفرده. في المدينة هو قابل سون مي صديقه بول. يبقى بيير أخذ الأتوبيس وذهب إلى لوحده في المدينة، قابل صديقه بول. الفون على البريير ذهبوا إلى المكتبة شارع البوستة. تمام. اليافون أبيض هم ذهبوا على الأقدام. البصي هم مروا بالسكيت بارك بميدان التزلج لكي يروا كومبيتاسيون بطولة، لكن الوقت بصي فيت مر بسرعة. بيير عاد عنده سانس فيرلي كور بدون أن يعمل مشتريات. بيير عنده دو فرير، هو ما قالش غير أخ واحد، يبقى أنفريد. بول يكون نقط بيير، هو قال صديقه بول. أمي أخذ أمي. ني بو با صغتين لا يستطيع ان يخرج. مين ما كانتش قادره تخرج؟ ام لوكاس. ام لوكاس ما كانتش قادره تخرج. بيير ذهب الى المدينه سيال بمفرده، على العجله ولا في سياره ولا على الاقدام ولا في اوتوبيس؟ قال لك في بس، في اوتوبيس. لوكاس ذهب الى المكتبه ولا عندك جدين؟ تعال ندور على لوكاس. أخوه لوكاس فيان دو بارتير رحل إلى مع أبوه إلى الجدين، يبقى ذهب عند الجدين، يبقى خدنا اللي هي رقم ب التاني. نامير الأم عندها ألم في الساق ولا في البطن ولا في اليد ولا في الرأس؟ هي كان عندها ألم في الرأس. نقرا مع بعض القطع اللي جاية. لو فرنسي الفرنسيين إيمي يحبون تجور دائما أكل الخبز دان طول ربا في كل الوجبات. ماشي. أمير إيم يحب كثيرا سون ترافاي، عمله دو بولونجير خباز. بور لوي بالنسبة له لابان الخبز يكون بون جيد. إلبو هو يستطيع فير تو سور ديبان كل أنواع الخبز. لوسيال بروبلم، المشكلة الوحيدة بور لوي أن له انه الفو يجب ان ترافاييه يعمل عندما طول موند كل الناس يكونوا نايمين. الور اذا الدواء سير بوزير يجب ان يرتاح لبريمي دي بعد الظهر. سي ان ترافاي سيرو انه عمل جاد وقاسي. في فرنسا الخبازين ريستي يبقون لو بريمير لوي، اول اماكن دي اشت في شراء الخبز. شراء الخبز لوبريل اسعار متوسطه. دان ام بوجي للعيش الطويل 1 يورو. الفرنسيين يكونوا جورمو دوبان شرهين في الخبز. الجمله الاولانيه سيتم روبرتاج انه تقرير على لوزبور بريفري رياضات المفضله ولا يوم امير ولا ميول غذائيه. طبعا هي ميول غذائيه للشعب الفرنسي بيحب الخبز وتنفع يوم امير.
الاختيار ميول غذائيه مش غلط، واللي هيختار يوم نبيل مش غلط، لان الاثنين صح بوجهه نظرنا. امير ترافاي يعمل في البريير في باتسير، محل حلوى ولا مكتبه ولا مخبز؟ في مخبز طبعا. امير ترافاي يعمل طول ماتينيه طول الصباح، لابريمي دي بعد الظهر، بنضال جورنيه طول النهار ولا طول انوي طول الليل؟ يبقى طول انوي طول الليل خدناه. اون فرانس فرنسا اون ايم، نحب ان ناكل دان طول ربا في كل الوجبات، ناكل بقوليات ولا عيش؟ عيش طبعا، خبز. امير يذهب اولي الى السرير، لابريمي دي بعد الظهر، هو قال بيرتاح بعد الظهر. ان فرنسا فرنسا تشتري اثنين عيش طويل بواحد يورو ولا باثنين يورو؟ باثنين يورو طبعا، عشان الواحد واحد بس بجنيه بيورو. والسوبر ماركت، في السوبر ماركت انت تريد شراء بور زبده، انت تقول اين يكون قسم الحلوى؟ انا ابحث عن قسم منتجات البحر، انا اريد الذهاب الى قسم منتجات الالبان، يبقى الزبده في منتجات الالبان. فوترمير امك فودمون طلبت منك دوفير عمل كور مشتريات، هي هتقول في لا كوزين اعمل طبيخ، اذهب الى السوبر ماركت. خلاص اذهب الى السوبر ماركت. الثالثه اغسل الاطباق، والرابعه رتب الحجر. فودمون ان تطلب من فوتر مين من زميلك لابروفيسيون مهنه سومبير ابوه، انت تقول كليلو ماتير ما مهنه تون جراند بير جدك، دي كيلو اوريجين من اي اصل يكون ابوك، من اين ياتي ابوك، ماذا يفعل ابوك؟ انت بتساله عن مهنه ابوه، هتقول له ماذا يفعل ابوك الاخير. فودمان ان تطلب من انبت يوم من مار كيف الذهاب الى المتحف بتاع اللوفر، هو هيقول الساعه 11 ابي على الاقدام، يبقى ابي على الاقدام خدناه. لو ميديسان الطبيب فودمان طلب منك كيلي فوتر بروبليم، مشكلتك انت تقول جيني سي با جوير، انا لا اعرف اعزف على البيانو، انا عندي الم في الاذنين. خلاص يبقى انا عندي الم في الاذنين. فوني اكسبتي با، انت لا تقبل اقتراح فوتر امي زميلك، انت تقول جي في دوموندور، انا ساطلب من ابي سيتم بونيدين، انها فكره جيده، موافق انا سوف اتي، انا لا اقبل، يبقى جي ريجريت، انا اسف انا اكون مرهق، يبقى خدنا الاخرانيين. بورد كرير لكي تصرف الطقس ماذا يكون؟ ما حالة الجو؟ عندنا أقول ألبس بلوفر، تمطر بقوة، يوجد مونتان جبال، يوجد أشجار، يبقى احنا خدنا حالة الجو تمطر بقوة. فودماندين تطلب الإذن من أن تخرج في المساء مع الزملاء، أنت تقول أنا سوف أشاهد التلفزيون، آسف يا أبي أنا أريد أتعشى مع زملائي، أنا أستطيع الخروج معكم؟ أنا أستطيع أتعشى مع زملاء وأنا أريد. فوزيت على بسرية، أنت تكون في محل البقالة، أنت تقول أنا أريد قميص أبيض، أنا أريد جبنة، محل البقالة تنفع جبنة، أنا أريد كيلو لحمة، أنا أريد 2 كيلو بسول سمك، يبقى أنا أريد جبنة. فوفون فورمي، أنت تسأل على قوم يقول زميلك، هو هيقول لك أنا أكون طالب ثانوي، أنا عندي 17 سنة، أنا اسمي دانيال، أنا أحب الرسم، يبقى خدنا الميول الأخرانية. فوبارن، أنت تتكلم عن فوف كونس دورنير أجازاتك الماضية، الماضية، أنت تقول جي في ألير سوف أذهب، ده مستقبل، جي بصي ده مضارع، جي سويس ألير نزلت عند عمي في نيس، فوتر مي زميلك فودموند يطلب منك فوتر مهم ترانسبورت، وسيلة نقلك المفضلة، انت هتقول له افضل المترو. خلاص زي الفل. امس نوزافو فعل افوار لا ياخذ تبعية، دور لي كده في واحدة بس، انكوريج نشجع فريقنا في الاستاد، ما خدتش تبعية، التانية فيها تبعية اس، تالتة او، الرابعة او اس، جمع مؤنث مفرد مؤنث جمع مذكر، ودي ما خدتش تبعية عشان مع افوار. اونيفير في الشتاء، الفي فروا كو، دي مقارنة وده صفر، بلو كو اذا لم نجد كو في الجملة، تروب ليست في المقارنة، بلو دو بيأتي بعدها اسم، بلو بس بيجي وراها صفة وبعد كده كو، يبقى دي بتاعت مقارنة. طش من الجارية، اعمالك المنزلية تي في تعملها، الاعمال المنزلية جمع مؤنث، اكتب يا باشا، اخد كل التالت.
منفرد اخويا يمارس كي تزلج، التزلج مذكر مع فعل فير اخذ دول اولانيه، اسئله مباشره ولذيذه. توماس ياكل كثير من الفواكه، قال له نعم هو ياكل منها الكثير، ياكل ويشرب مانجي ها وبوار مع الاكل والشرب بياخد اون وانا مغمض، وكمان في كميات وكمان في هدوم. لا سومين دورنير الاسبوع الماضي هي ماضي الى الاسكندريه، هي فا مضارع. ايطال ليه ماضي بس مع مذكر؟ ايطال ليه ماضي بس مع مؤنث عشان في تبعيه ناخدها على طول. الفا براندر هو سوف ياخذ شيء وما، قال له لا انا لن اخذ شيء. برسون يعني احد، جميع يعني ابدا، بلو لم يعد، ريان يعني شيء، باخذنا شيء الاخراني. تينيين با، انت لا تحب اللغه الفرنسيه، يبقى اين ولا من ولا لماذا؟ لماذا انت لا تحب اللغه الفرنسيه؟ انفا نذهب باتسير الحلواني لكي اشتري جاتو، اذهب عند الحلواني. لسه واخدت دلوقتي في نفس البوك في نفس الفيديو دهوت ان شيء مع العاقل وبار مع الاماكن، يبقى خدنا باتسير الحلواني، يبقى خدنا شيء. لامير الام بتقول لابنها بتمر شخص واحد، نفس وفعل ذو ضميرين، تيكو شي اه كوش توا في حاله الاثبات، تيكو شي مع الال بتاعت الجمع، تيكو شي فيها اس ما تنفعش، لازم احذف حرف الاس مع الضمير تي في افعال المجموعه الاولى، وانا بامر شخص واحد يعني بامر مع التي. جيم بيكون احب كثيرا، دي معناها كثيرا. النشاط مؤنث، اخد ست التالته. مسيو سيدي جيترو فوتر فيست، اجد جاكيتك بل جميل. بيكو مع الاسماء، تري بيجو ورا صفر، بيان مع الافعال، بون مع الاسماء، يبقى تري بل جميل جدا. جي اجوتي انا اضيف سكر، ده اسم. كو مقارنه، مقارنه الاسم ادور على اللي فيها دو، عندك اتنين فيهم دو. بلو دو دي بتاعت مقارنة، بيكو دو ليست في المقارنة، والاثنين دول بيجوا وراهم اسم. مي برانتس والدي وانا بتساوي الضمير نحن، يعني تاخد نهاية اونس، دور لي على حاجة في دول فيها اونس، يبقى خدنا الأولاني. اونيفير في الشتاء الطقس يكون فروا بارد، يكون الطقس يكون. قال لك بص يا عم انت اديتني قبل كده ان كلمة لو توم ولو كلايمات ولاميتو، الثلاثة دول معناهم الجو، والثلاثة دول لازم يجي وراهم فيرب اتر وصفة جو. يبقى ميجي يقول لك اونيفير في الشتاء الطقس يكون بارد، ادور على كلمة يكون اخد ايه. الفي مدري الجو معتدل في الربيع، كل فصول السنة بتاخذ حرف الجر اون ما عدا الربيع بياخد او. الحمد لله رب العالمين. خلصت معاكم البوكلت 47 و48 من كتاب ميرسي، والله بصور انا في قمة الارهاق، بس انا عارف ان الاسئله او البوكلتات ما ينفعش تاخر لان في ناس متابعين وعايزين يحلوا. اشوفكم بخير يا رب في الفيديوهات اللي جايه، فاضل يومين على العيد، كل سنه وانتم طيبين يا رب، يعيد عليكم مليان بخير ويوفقكم في الثانويه العامه ويرزقكم من حيث لا تدروا بامتحانات تكون في مستواكم، وما دهش تعب حد ان شاء الله في الثانويه العامه. اشوفكم بخير يا رب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.